ممكن لينا شي نحلوا المشاكل كلها دفعة واحدة، لكن خصنا نحدوا الأولويات كما قال السيد رئيس، وبهذا غادي نزيدوا. أنا متأكد السيد رئيس، إخوان كنسمع اليوم وكنسمعوا النقاش في كيقولوا دي الحكومة ما عندها زهر، جات في الأزمة. الحمد لله للحكومة جات في هذه الأزمة. تخيلوا معايا كون ما كانتش هذه الحكومة اللي جات في هذه الأزمة، اش كان غادي يوقع؟ الأسبوع الماضي كانت عندنا رئيسة مجلس على الحسابات دوزت عندنا تقرير السنوي ديال 2022-23 المالي وحده، ما نتكلمش على المجالات الأخرى. 10 سنوات 2007 توضعت الخطة الوطنية ديال بناء السدود من 2010 وهي موقفة حتى 2022. 14 سد اللي ما تبناش، راه كاين هادشي كله كاين في التقرير السنوي ديال المجلس الأعلى للحسابات. حتى واحد ما كيهضر على هاد المحاسبة. اللي كان مسؤول على عدم بناء السدود يجب أن يحاسب، لأنه هو اللي وضعنا اليوم في الإشكالية ديال الماء الصالح للشرب. وكنمشيو للفلاحة كنقولوا لا راه الفلاحة، شنو الفلاحة؟ داكور نوقفوا الفلاحة، ندير أنا هذا السيناريو نبنيه، نوقفوا هذه الفلاحة، اش غناكلوا حنا؟ نبداو نستوردوا، نبداو نديروا الصف بحال عند بعض الجيران باش ناخذوا إطرو ديال الزيت، ناخذوا نص كيلو ديال الحمد لله أن المخطط المغرب الأخضر نجح ووفر المواد خلال فترة الزمنية كاملة. هو أكثر من مخطط مغرب أخضر، هو أكثر من توفير المواد الغذائية، هو مرحلة ديال التصنيع اللي دخلتها الفلاحة المغربية. وحنا بغينا المغرب يدوز مرحلة ديال التصنيع، نخرجوا من ما هو تقليدي، ما هو كلاسيكي، ما هو عشوائي، ما هو قبلي كما جاء، باش ندخلوا مرحلة ديال التصنيع. من مورا ندخلوا لمرحلة التكنولوجيا. مرحلة التكنولوجيا بدينا كندخلوا لها اليوم بمحطات تحلية الماء، ولكن اللي ما بناش السدود حتى واحد ما كيتكلم معاه. علاش؟ يجب أن نسائل. لما كنلتزموا خصنا ننفذوا، لما ما نفذناش يجب أن نسائل. التجمع التزم بثلاث لا غير: التعليم، الصحة، الشغل. احنا في البداية جات أخت فاطمة خير والسي مروان شبعتو وتكلموا على بعض الملامح، بعض العناصر. احنا في البداية، أنا متأكد أنه في النهاية 2026 سننفذ التزاماتنا كاملة، وغادي نخرجوا عند المغاربة ونقول لهم واش حنا اتفقنا على ثلاثة الحوايج هي حنا درناهم. التعليم، الحكومة ماشي ضعف، ماشي نقصان، ماشي خوف، ماشي شي حاجة، هاجس واحد، خوف واحد عند السيد رئيس الحكومة. كيفاش وليداتنا يقراو؟ كيفاش المهنة ديال الأستاذ والمعلم تولي مغرية، يولي كل شيء كيمشي لها، والآن الأجرة ديالهم اللي طلعت بزاف الناس بدات كتفكر في الإدارة، بغات تغادر الإدارة باش تلتحق بالتعليم. هذا تشريف للأسرة التربوية، تشريف لها، ويستحقون. كان التزام محدود، لكن السيد رئيس تجاوزوا. أنا اللي غادي ما غاديش نطول لأنه هادشي طويل. الله يعاونك ملي تجيب هاد الفلوس 120 مليار ديال الزلزال ما كانش في اللائحة، ما عرفش شحال مليار ديال الماء السدود 68 كيلومتر، 8 المليار في 8 شهور كيوجد لوطروط ديال الماء. إلا بقينا مغرب 2030، كأس العالم، تي جي في، يعني هذه مشاريع ستغير المغرب، ستخلق فرص. حكومة مسؤولة هادئة، قال لك ما كنديروش السياسة، شنو هي السياسة؟ نهضروا. السياسة التي تنتج الكلام والفكاهة والنكتة كانت في البرلمان في الأسئلة الشهرية، والنتيجة شنو هي؟ راه 14 سد ما تصاوبش.
النتيجة شنو هي؟ راه هذا الملف ديال الأساتذة مع 10 سنين ما تراجعش ديال التعليم، شنو هي النتيجة؟ إذا النتائج أو السياسة اللي كتخاد بها قرارات وتنتج ماذا؟ مشاريع تنموية، مشاريع مناصب شغل، الحفاظ على الكرامة، الاعتناء بالضعيف. يتوصل 500 درهم وراه هادشي اللي غادي نديرو، ما غاديش نهضروا بزاف. وإلا كانت هذه السياسة هي الكلام فالله يربح. ولا أعتقد أن السي راغب، وأنا كندخل حرمة الله وكندخل للداخلة وكنشوف هاد الجودة البنية التحتية كيفاش تغيرات، وعجبني الحال وفرحان. وراه هذا جزء صورة مصغرة لواحد المغرب قداشنا هو كبير. الله يعاون، شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.